ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة. استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هتكون عن مشكلة بتواجه ناس كتير جدا ومحدش عارف لها تفسير، وهي مشكلة ثبات الوزن. على الرغم من ان احنا بنمشي على رجيم معين وبنمارس رياضة في بعض الأحيان، لكن في ناس كتير بتعاني من المشكلة دي من بداية ما بتعمل دايت. في اللي بينزل في الوزن وفجأة بيثبت، ومهما بيعمل ما بيعرفش ينزل تاني، والمشكلة دي بتخلي ناس كتير يجيلها إحباط، وممكن توقف الدايت والرياضة خالص وتقول ما أنا كده كده مش بخس، هتعب نفسي ليه؟ وطبعا النتيجة بتكون معروفة. عشان كده مشرفانا النهاردة ومنورانا الدكتورة أميرة مهيب، خبيرة التغذية العلاجية من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، واللي هتكلمنا عن مشكلة ثبات الوزن وايه اسبابها وحلولها المناسبه. اهلا بيك، اهلا بيك يا دكتور منورانا. اهلا بيك يا اميره. مشكله ثبات الوزن مشكله بيعاني منها كل اللي بيبتدوا يخسوا، اول لما بيخسوا بيحصل فعلا نتيجه سريعه، بننزل كيلوهات كتير قوي ونبقى مبسوطين، وبعدين فجاه بيحصل ثبات. ايه سبب الثبات ده؟ بصي، سبب الثبات ده اولا انا لو يعني لازم افرق ما بين ثبات الوزن من اول الدايت وثبات الوزن بعد فتره من الدايت. لو انا عندي ثبات في الوزن من اول ما بدات دايت، من اول اسبوع انا ما بنزلش، يبقى انا كده عندي مشكله ولازم اعرف المشكله دي ايه. بقى بنعمل بقى شويه تحاليل ونشوف مثلا هل عندي نقص فيتامين دي، هل عندي مثلا مشاكل في الغده الدرقيه المسؤوله اصلا عن افراز الهرمونات المسؤوله عن اللي بتحفز التخسيس زي التي 3 والتي 4. لو انا عندي المشاكل دي بقى لازم ابدا اعالجها الاول، ابدا يعني وانا بعمل الدايت او قبل ما ابدا مرحله الدايت عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. طيب لو انا وصلت لثبات الوزن بعد فتره من الدايت، دي حاجه طبيعيه جدا بتحصل لكل الناس، وبتختلف طبعا من حد للتاني على حسب يعني طبيعه جسمه، وعلى حسب هو بيحرق قد ايه، وعلى حسب نوع الدايت اللي بيستخدمه، ليها عوامل كتير قوي. طيب انا جسمي ذكي جدا لدرجة ان هو بيبقى فاهم بعد فترة معينة نوعية الاكل وكمية الاكل انا بدخلها له والمواعيد، فبعد كده بيبدأ يقاومني او يحصل له زي ادابتيشن او عملية اسمها ادابتيف ثيرموجينيسيس، اللي هو الحرق بيبدأ يحصل له بيوقف. تمام. طيب الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا عندي الخلايا الدهنية في اول اسبوع في الدايت او اول اسبوعين في الدايت بتبقى اكتف جدا وبتبدا تعمل مفعولها وبتبدا تحرق فعلا جزء من الدهون، بس انا جسمي يبدا يقول لا مش معقوله بعد الفتره دي كلها وانا متعوده ان انا اكل عدد سعرات حراريه معينه واكل معين، اكيد لا انا لازم اعمل مثلا يعني زي بلان. بالظبط كده، يبدا يخزن في الخلايا دي ميه، فالجسم يبدا يحبس ميه عشان متوقع في اي وقت ان هو ممكن يلخبط او يبدا ياكل تاني، فبالتالي الدهون ترجع تاني تتكون جوه الخليه بكل سهوله وتقول لها بقى اطلعي بقى انت من هنا وانا هدخل مكاني تاني. دي بس الفكره ببساطه. فاحنا المفروض بقى نحاول بعد فتره نبدا نكسر الادابتيشن اللي حصل ده. طب هنكسره ازاي بتحلوا المشكله دي لما بتحصل للناس علشان ما تحبطش وتفضل مكمله عادي في الخسسان؟ على حسب بقى نوع الدايت اللي بيستخدمه. لو هو مثلا بيستخدم دايت كالوريز، الكالوريز ليها معادله واحده كده، يقلل كالوريز يا اما العب رياضه اكتر لو انا مش عايزه اقلل الكالوريز. لو انا مثلا متابعه الانترميتد فاستنج اللي هو الصيام المتقطع او الكيتو او اللو كارب، ساعتها لازم ابدا اغير حاجه اسمها الفيدنج ويندو. يعني انا مثلا لو باكل من 12 ل 8 ابدا اغير المواعيد مثلا من 9 ل 5. لو انا بصوم الصبح اغير اصوم بالليل. لو انا بصوم عدد ساعات معينه 16 ساعه مثلا ابدا اقلل او ازود. يعني ولازم برضو نحط في دماغنا مش لازم اروح للحاجه الاصعب على طول. انا ممكن مثلا ابدا ان انا يعني اقلل عدد الساعات، فممكن جسمي لو انا بصوم 16 ساعه جسمي يبدا يحرق على 14 ساعه بعد فتره. او اغير اقطع خالص النظام المتقطع، الصيام المتقطع ده، وابدا مثلا اقعد اسبوعين كده باخد 3 وجبات او وجبتين او وجبه، نبدا نبدل يعني او نكسر. ده احنا بنسميه لما بنيجي نعمل دايت ان احنا عايزين نفاجئ الجسم، يعني بالزبط. مش لازم نمشي على نظام معين، لا تعال نخض الجسم بحاجه بالزبط. طب حضرتك مع يا دكتور ولا ضد فكره اليوم الفري؟ هو المفروض يمين تماما. اوكي، لان انا بعمل هنا ايه بقى؟ انا خلاص فقدت كل يوم او كل اسبوع
عدد سعرات معينه. لما باجي اخد بقى اليوم الفري او التشيتنج ميل دي، انا برجع تاني عدد السعرات اللي انا اخدتها بتملى تاني، فانا رجعت لنقطه الصفر ما عملتش اي حاجه. فعلا؟ اه دي فكره غلط تماما. احنا المفروض ان احنا بنشيل كل العادات السيئه اللي احنا بنعملها، ونحاول ان احنا نتبع نظام صحي سليم. وفي نفس الوقت مش لازم احرم نفسي من كل حاجه، انا ممكن اكل حاجات اللي انا بحبها بس بكميات قليله. طيب اعمل ده ازاي؟ لازم يبقى معايا عوامل بحيث ان انا اقدر اقلل الكميات، وفي نفس الوقت انزل في الدهون بتاعتي يبقى شكلي ازاي كويس. بقى نعمل ده ازاي بقى؟ نعمل ده ازاي؟ اول حاجه بنمشي على دايت. يعني الاول لازم ابقى عامله مثلا سي بي سي او بلود بيكتشر، ابقى عارفه البيشنت ده عنده مشكله ولا لا عشان نبدا نعالجها. وبعدين بنحط دايت بلان، وطبعا بنستخدم معاها بقى العوامل المساعده بتاعتنا اللي هو كورس الانسولين. هو ببساطه شديده جدا هو عباره عن الياف طبيعيه، مكمل غذائي غني بفيتامين سي وماده البرومالين، اللي بتحفز عمليه الحرق عندي، بتعلي الحرق عندي وبتعلي المناعه عشان فيتامين سي. بينزل ببساطه شديده كده ينفش في المعده. أوكي. يعمل لي زي بالك، تمام، يملا لي اكبر حيز من المعده تقريبا تلتين او تلات ارباع المعده، ويسيب لي الجزء الربع ده المسموح. بالظبط الجزء المسموح اللي هاكل فيه بقى المسموح برضو. بالظبط كده. عندي انواع من الكورسز، يعني عندي كورس الانسوليم العادي وكورس الانسوليم المكثف. كورس الانسوليم العادي هو عباره عن الالياف، وطبعا حد مريض سمنه اكيد بيحب السكر، فلازم اديله بديل السكر الطبيعي اللي هو سكر سيسال. استخدمه مع مين؟ بستخدمه مع الحالات اللي هي بيكون عندها سيستميك ديزيز او امراض مزمنه زي الضغط والقلب والسكر وامراض تصلب الشرايين. السيدات اللي بتبقى بعد فتره الرضاعه بتبقى عايزه تخس، وفي نفس الوقت هي بترضع، فمحتاجه حاجه سيف ان هي تنزل في الوزن بشكل صح، وفي نفس الوقت ما يبقاش لي اي اثار جانبيه على البيبي. الاطفال برضو، وامن جدا الاطفال من سن 3 سنين، من بدايه من سن 3 سنين. واي حد ما كانش عنده تجربه قبل كده ان هو ياخد برودكتس ليها علاقه بال يعني ان هي تعلي الحرق او تسد الشهيه او كده، بتبقى افكتيف معاه. على عكس تماما بقى لو حد تاني عنده مشكله ان هو جرب انواع كتير من الدايت، وفي نفس الوقت اخذ برودكتس، يعني استخدم برودكتس قبل كده، اكيد لما اجي اديله الكورس انسولين المكثف العادي مش هيعمل معاه الايفكت المطلوب. فبضطر بقى ساعتها ابدا اديله كورس الانسولين المكثف. طيب كورس الانسولين المكثف ده عباره عن ايه؟ هو برده عباره عن الالياف والسكر السيسال، وبنحط معاها كمان كبسولات الانسولين. دي بيبقى مكوناتها بيبقى فيها كافيين والجارسينيا كامبوجيا، برضو بتسد الشهية. وفي نفس الوقت يعني بتبدأ تعالي معايا الحرق يعني بصورة أسرع شوية. بناخدها كبسولة واحدة بعد الفطار، والأنسيليم بيتاخد على نص كوباية مية قبل الوجبات الرئيسية، وبشرب بعديه كوبايتين مية، وبعد كده ببدأ أكل الوجبات بتاعتي عادي جدا. يعني طيب. ببساطة كده دكتور، لو حد بيتفرج علينا، احنا بنساعده بكورس الأنسيليم. بالزبط. مكون من حاجة بتسد الشهية، بتعمل إحساس بالشبع، وحاجة بتزود الحرق، تمام، وحاجه تانية وسكر بيستخدم وسكر عادي بدل السكر العادي. بالزبط. اللي احنا بنستعمله، وامن، لان الناس كلها انت عارفه برده قصه الناس كلها بتخاف تستعمل سكر دايت، وبتقول ان تمام. بيعمل مخاطر وكده. السكر ده لا، بصي هقول لحضرتك على حاجه. هو سكر سيسال مميز جدا ان هو فيه ماده السكرالوز. ماده السكرالوز دي هي معتمده من الاف دي اي، ملهاش اي اثار جانبيه على الجسم تماما. هي زي ما بتدخل الجسم زي ما بتخرج منه. وفي نفس الوقت هو طعمه حلو، يعني نفس طعم السكر الطبيعي، مش هتعرفي تفرقيه. ما بيعملش الافتر تيست ده اللي هو بيبقى بعد السكر. مفيهوش طعم الاسبرتيم. وكمان الاسبرتيم ساعات بيدخلني في مشاكل، هو ده اللي الناس بتخاف منه. عموما يعني فعشان كده يعني سكر سيسال هو من الحاجات الحلوه جدا لاي حد عنده سمنه. بعد اذنك يا دكتور، احنا معانا تليفون سلمى من القاهره هتحكي لنا عن تجربتها. أوكي. الو. ايوه الو، ازيك يا سلمى؟ الله يسلمك، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. قولي لنا يا سلمى، انت خدتي كورس الانسيليم؟ ايوه طبعا خدته الحمد لله، يعني بقى لي 4 شهور. كان وزني 140 ووصلت ل 115. في كام شهر؟ انا في 4 شهور. ما شاء الله. ما شاء الله. انت عندك كام سنه يا سلمى؟ انا عندي 60 سنه. كام؟
60. ما شاء الله ما شاء الله. ما خفتيش بقى يا سلمى ان انت تاخدي كورس كده يتعرض مثلا مع ما عندكيش ما تشتكيش من اي حاجات صحيه، ولا اطمنوا عليكي في الاول وعملتي تشيك اب؟ ما انا قلت لحضرتك، لا انا كان عندي، انا عندي ضغط وعندي سكر وفي حاجات يعني في اسمه يعني حاجات اوعيه دمويه خفيفه وكده. بس كل ده طبعا مع الكورس اللي انا اخدته بقى اتغير لدرجه ان انا دلوقتي وصل ان الضغط نزل خالص، وباخد حاجه ترفع الضغط بقى تظبط الضغط. ما شاء الله بقى عندك نظام اكل مظبوط جدا جدا بقى والحمد لله، يعني حتى طريقه الاكل اختلفت خالص. قولي لي كنت كان عندك مشكله الشراهه في الاكل، يعني كانت بتبقى نفسك مفتوحه قوي على الاكل؟ لا لا، هو هي المشكله عندي ان انا كان عندي غدد من وانا صغيره، بس ما كنتش باخد علاج، كان كنت بمشي على نظام دايت. بمشي على نظام دايت شويه وعملت دايت كتير، بس بمشي شويه طبعا عشان هو بيبقى حاجه على طول مركزه معايا، ما كانش ينزل شويه وبعدين يقف تمام ورجع تاني وينزل وارجع بنفس الطريقه كده، يعني حوالي 3 أو 4 مرات. اوكي. المره دي بقى لما شفته في يعني عرفت عن طريق واحده زميلتي وكده انها اخذت الكورس دوت وبقى كويس معاها. كنت ماشيه مع مين من الدكاتره يا سلمى؟ دكتور هنا معانا هتسالك، دكتور امير. دكتوره مين؟ دكتوره مليكه. مليكه، دكتوره مليكه طبعا بنشكرها بصراحه، يعني هي ما كانتش سايباني خالص. طيب ناويه تكملي ولا راضيه كده؟ لا ان شاء الله لسه انا هكمل لحد ما هي تقول لي باذن الله كده اشوف اوصل لايه. برافو برافو برافو، استمري بقى. لا ان شاء الله، يعني الواحد بقى دخل في مراحل ان رجلي بقى ما كنتش بقدر امشي خالص. لا جامد جدا وتعب ومش كنت ما كنتش قادره خالص. لا برافو عليك يا سلمى وكملي، والصحه اهم حاجه، احنا ما بنخسش بس عشان شكلنا، احنا بنخس عشان صحتنا ونفسيتنا. والله لا الحمد لله، يعني بصراحه بشكر الدكتوره مليكه قوي قوي لانها وقفت معايا كتير جدا. تمام، ربنا يبارك لها بصراحه. بنشكرك يا سلمى، شكرا. بالعفو، متشكره جدا. ميرسي يا حبيبتي. يعني يا دكتور دي واحده هي من الحالات اللي مشيت على كورس الاناسيليوم، يعني يمكن فئه عمريه برضو بتخاف، يعني برضو كبار السن، يعني انا خايف حتى مثلا اقول لحد كبير لا امشي على كورس وبتاع، دي حاجه كويسه. بتمشي على الاول فحوصات، بتعرف ايه الامراض اللي عندها، بتبقوا متابعين معاها. كل فئه عمريه يمكن حضرتك قلتي من شويه بيبقى ليها كورس مخصص، مظبوط؟ بالظبط كده، على حسب الحاله وعلى حسب هي عندها ايه. طبعا بس احب اشكر بس دكتور مليكه على المجهود اللي هي عملته، وبرافو طبعا تكمل. بالنسبه بقى للكورسز، نرجع تاني حضرتك كنت بتقولي ان احنا كل حد ليه على حسب الحاله بتاعته، على حسب الحاله بقدر احدد النوع اللي المفروض ان هو ياخده. طيب احنا اتكلمنا عن كورس اساسي مكثف، حاله مثلا جت عندي وعملت كل حاجه ممكنه، عملت دايت، اخذت كورس الاناسيليم وماشيه مظبوط ووصلت لثبات وزن، بتغير الوجبات وبرده عندها نسبه من ثبات الوزن، الحاله دي هنعمل معاها ايه؟ هبدا ادخل معاها برودكت تاني يعلي معايا الحرق شويه زي السيلاك. طيب السيلاك، السيلاك اوكي، السيلاك ده من الحاجات بجد الحلوه جدا اللي انا بنصح بيها اي حد بيواجه اي مشكله في الدايت، بالذات في مساله يعني ثبات الوزن، ان هو يستخدم السيلاك، لان هو بيعلي الحرق معايا 5 أضعاف عن طريق 4 مراحل بيعملها من 4 مكونات. هو مكون من الكافيين والكاروتين وفيتامين سي وماده الكروميوم. طيب هما بيعملوا ايه ببساطه شديده كده؟ الكافيين بيكسر، بيبدا يكسر الدهون في الصوره بتاعتها من صورتها المعقده لصوره ابسط، بحيث ان نقدر ان احنا نقدر نستخدمها في الحرق يعني والطاقه، وفي نفس الوقت بيشتغل على الدهون السطحيه اللي موجوده تحت الجلد، وكمان على الدهون الموجوده على الاحشاء نفسها، فانا ببدا يعني على الاعضاء من جوه، فانا ببدا كمان يبقى عندي شيبين كويس لجسمي. طيب الكارنتينين هو اللي بياخد الدهون اللي اتكسرت دي ويوصلها لمراكز الحرق زي العضلات. طيب الكارنتين ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ماده شبه الامينو اسيدز كده، هي اوريدي بتتفرز في جسمنا بنسب معينه، وعن طريق اتحاد انواع معينه من الامينو اسيدز بمساعده فيتامين سي وفيتامين بي. أوكي. طيب عشان كده ضفنا فيه فيتامين سي، عشان انا عايزه احفز جسمي كمان ان هو يبدا يفرز الكارنتين طبيعي. فدي فايده فيتامين سي، بلس كمان هو طبعا بيعلي المناعه. الكروميوم بقى فايدته ايه؟ احنا خلاص كسرنا الدهون وكل حاجه تمام واتحرقت، احنا مش عايزين نكون الدهون دي تاني او نمنع تكوينها مره تانيه، فالكروميوم بيساعدني ان انا ابدا ابطئ عمليه حرق الجلوكوز في الدم.
وان هو يتخزن كدهون. اوكي، طب دكتور الناس تتواصل معاكوا ازاي؟ عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، سواء كان واتساب او كول، وعن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا على الفيسبوك شركه اون تارجت فارما. معانا كلها اهي كورس الاناسيليوم ده الكورس. تمام. بديل السكر والسلاك. بالظبط، هو السلاك ده اللي هو الكارانتين. بالظبط. اوكي، وعن طريق الصفحه بتاعت دكتور نيال حافظ على الفيسبوك، وكمان على الانستجرام الصفحه الرسميه بتاعت اون تارجت فارما، والصفحه الرسميه بتاعت دكتور نيال حافظ. اوكي، طيب حضرتك كنت بتتكلمي عن الكارانتين. الكارانتين ده فعلا بتلاقي معظم كمان الرياضيين بيهتموا بيه جدا. بالظبط، يعني انا جيت فتره من الفترات فعلا يعني برضو حصل لي ثبات في الوزن، فالترينر نصحني قال لي خدي الكارانتين. هو بيفرق جدا، هو مش بيخسس خالص، هو بس هو بيدي انرجي. بالظبط، هو بيدي انرجي تحسي ان انت قادره تلعبي كويس، وعندك الانرجي وعندك الطاقه ان انت تكملي التمرين وانت مش تعبانه. بالظبط، نفس فكره بالظبط، ان انا يعني هو موضوع ثبات الوزن ده عامل زي التمرين كده بالظبط. هل انا لما اروح اتمرن كل يوم نفس التمرين وعايزه مثلا اعمل شيب او اعمل بالك، هل التمرين دي هتجيب معايا نتيجه بعد كده؟ مش هتجيب معايا نفس النتيجه. فلازم نكسر الروتين سواء في الرياضه او في الاكل عموما. وكمان انا ما ينفعش برضو يبقى حد عنده مشكله صحيه واوعده ان هو لما ياخد الكورس ده ان هو هيخس. انا لازم اعالج المشكله الاساسيه اللي عندي وانا بعمل الدايت، وفي نفس الوقت استخدم الكورس عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. تمام، طب ايه النصايح كده اللي ممكن نديها لاي حد عايز يخس، او اي حد خس وعنده مشكله في ثبات في الوزن، واي حد ما بيحبش الرياضه؟ يعني ايه النصايح كده اللي ممكن نديها كده قبل دخول السنه الجديده الناس ممكن تعملها؟ هو مبدئيا اول حاجه انا لازم اتعامل مع الدايت مش على انه فتره مؤقته وهتنتهي. لا، الدايت ده يا جماعه ده هيلثي لايف ستايل. انا بعود نفسي على الحاجات الصحيه اللي انا المفروض اعملها، واقطع تدريجيا الحاجات الغلط اللي انا بعملها عشان جسمي ما يرجعش يملى تاني. في نفس الوقت التشيتنج ميل دي ممنوعه تماما، ولا ميل واحده تماما. يعني كنت زمان يعني وقت ما كنت بعمل دايت كنت باخد يوم فري. ما هو دلوقتي اليوم فري ده ميل واحده طيب بيبوظ الدنيا. انا ممكن اكل اللي انا نفسي فيه بكميه قليله، بس لو انا عودت نفسي ان انا ماشيه يعني ستريت فورورد على الدايت بطريقه كويسه، واجي في يوم كامل اكل كل اللي انا عايزاه بقى حلويات وجانك فود وكل الحاجات دي، انا ما وصلتش لحاجه، انا رجعت لنقطه الصفر تاني. فالتشيتنج ميل او اليوم الفري ده من الحاجات اللي احنا لازم نبعد عنها تماما. ولما اجي كمان ابدا اقلق ان انا وزني ثابت على الميزان، دي حاجه ما تقلقنيش. انا اهم حاجه عندي ان انا انزل دهون وما انزلش عضلات. على فكره في ناس كتير بتنزل دهون وتلاقي نفسها وزنها ثابت، بس هي في المقاسات فارقه جدا. أيوة. ده المهم، ان انا شيب جسمي يبقى كويس، مش ان انا بعد فتره الاقي نفسي انا خسيت جدا وفقدت كتله عضليه وفي نفس الوقت جسمي بقى مترهل وشكله مش حلو. ساعتها انا كمان مش هبقى مبسوطه. ما هو ده بقى اللي احنا برضو اتكلمنا عليه قبل كده يا دكتور، الان بودي اللي هو الجهاز اللي بيقيس بقى نسبه الدهون ونسبه الميه ونسبه كل حاجه، فتبقي عارفه. لكن الميزان ده خداع. بالزبط. يعني انا دايما برضو ما بقتنعش بفكره الميزان. طب عايزين تاني برضو تقول لنا اي حد مشاهدين يتواصل معاك ازاي؟ عن طريق الارقام بتاعتنا على الواتساب او كول، وعلى الصفحات الرسميه بتاعت شركه اون تارجت فارما على الفيسبوك، وصفحه دكتور نهال حافظ على الفيسبوك، وكمان الصفحات الرسمية بتاعتنا على الانستجرام صفحة On Target Pharma وصفحة دكتور نيال حافظ. تمام، اليومين الجايين دول بقى كريسماس اهو خلاص والنيو يير وكده، نعمل ايه؟ بس نصيحة كده، ناكل كل حاجة اكيد، بس دينا نصيحة كده الناس تبقى داخلة كده وهي بالراحة. اهم حاجة ان انا احاول اقنن الكميات بتاعتي على قد ما اقدر. مش لازم ان انا انزل عشان ابقى مبسوطه. السعاده ما بتبقاش في الاكل. السعاده انا باكل عشان اعيش، مش بعيش عشان دكتور باكل. انا ضد الكلام ده. صحيح يعني لا، هي السعاده في الاكل، بس ممكن نقنن يعني ما ناكلش كتير. بالظبط ده اللي بقوله. فاحنا لازم نقلل الكميات بتاعتنا على قد ما نقدر، ناكل اللي احنا نفسنا فيه. عندنا مشاكل نحاول نستخدم كورس الانسولين، هيساعدنا كتير جدا. وفي نفس الوقت احاول اكل حاجات فيها
بروتينز، خضار، الياف، مش لازم كل اكل يبقى متجه ناحيه الحاجات الجانك فود والحاجات دي. لو مره يعني تمام، يعني مش لازم اكتر منها، يعني حاول بقدر الامكان ان احنا نقلل الكميات دي على قد ما نقدر. هنحاول يا دكتور، هنحاول نوعدك على السنه الجديده نحاول. بنشكرك جدا. خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا النهارده. استنونا في حلقات تانية كتير ان شاء الله. باي باي.